مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. حلقه كلام في الميديا النهارده بينضم لي في هذه اللحظات استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع عضو المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين. ابو حميد منورني ومشرفنا. حبيبي امير وسعيد ان انا معاك وسعيد ان لما الاقي واحد شاب زي كده بياخد فرصه وانت تستحقها طبعا. احنا مع بعض من زمان في قناه الاهلي من ايام المجلس اللي فات واللي قبله طبعا. انت متالق وربنا يكرمك وبالتوفيق كده ليك الفتره الجايه باذن الله. ربنا يخليك مراد. وانا اكيد ببارك لك برضه على عضويه المكتب التنفيذي. انا عارف ان هو موضوع كبير وضخم بالنسبه لك لكن انت قدها ان شاء الله باذن الله وكلكم باذن الله تقدروا تعملوا او تضيفوا حاجه للرابطه باذن الله. الحمد لله. والله انا سعيد طبعا ان انا موجود في رابطه النقاد الرياضيين وسعيد اكتر بثقه زمايلي وان شاء الله نقدر نقدم لهم حاجه. زي ما قلت لحضرتك احنا 540 صحفي طبعا 540 صحفي في اقوى رابطه في النقابه في النقابه الصحفيين. احنا شعبه من شعب النقابه الصحفيين طبعا. لكن رابطه النقاد اعتقد او مش اعتقد يعني ده الرسمي او ده الفعلي انها اقوى رابطه في داخل نقابه الصحفيين. ان شاء الله باذن الله يعني بنحاول او بنسعى جاهدين ان احنا نخدم زمايلنا وان شاء الله الفتره الجايه نقدر نعمل حاجه. بدانا طبعا او بزياره النادي الاهلي طبعا كان النادي الاهلي طبعا سباق في اي حاجه وكان في دعوه من مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وجينا ومعانا الرابطه كلها بالكامل الاستاذ حسن خلف الله والزملاء طبعا اتكلمنا في حاجات مهمه طبعا كالعاده. طبعا كابتن محمود الخطيب كان مجهز اسئله كويسه طبعا يعني بعد الاستفسارات والحمد لله قدرنا ان احنا نجاوب عليها ويبقى في تعاون بيننا والفتره الجايه ومع يعني وتسهيل مهمه الصحفيين زمايلنا في اي مكان سواء بقى الاهلي او اي نادي تاني. طبعا كان في زياره مع الوزير مؤخرا وزير الرياضه اشرف صبحي واعتقد انها يعني لو اتحقق اللي احنا اتفقنا عليه بنسبه 20 او 30% من الدار في القعده يعني باذن الله هيبقى شيء كويس لينا ولزمايلنا. ده اللي بنعمل جاهدين ان احنا نحققه يعني ان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيه توفيق للمجلس وتوفيق للرابطه ان احنا نقدر نحقق حاجه وان شاء الله يعني نبقى على ثقه زمايلنا وان شاء الله نحقق لهم المطلوب باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. ابو حميد خلينا نقول خبر عاجل وهو تاهل مصر او منتخب مصر كره اليد للدور التالي بعد الفوز على انجولا. النتيجه كانت كام يا جماعه؟ النتيجه كام؟ 33-28 لمصر. قدروا ان هم يتفوقوا على انجولا وتاهلوا للدور التالي واكيد فوز كان مهم جدا وتاهل هام جدا جدا للمنتخب المصري لكره اليد. خلينا سريعا نروح لحسام زايد رئيس اللجنه الاعلاميه لاتحاد كره اليد عشان نطمن منه على البعثه بشكل عام ونبارك لهم كمان على الفوز الهام النهارده والتاهل. يا استاذ حسام مساء الفل عليك. الو. طيب الخط قطع نرجع نكلمه تاني. اكيد فوز النهارده مهم جدا يعني طبعا بنبارك طبعا لمنتخب مصر طبعا لكره اليد حاجه بتفرح المصريين طبعا. التاهل في مجموعه شايف انها مجموعه صعبه. منتخب السويد من اقوى منتخبات العالم طبعا. منتخب المجر متميز جدا في اللعبه دي وقدرنا ان احنا نتعادل معاه امبارح. اول اللي قدر يتعادل معانا امبارح كنا قريبين من الفوز يعني كنا فارقين للاسف اكتر من 5 اهداف او 6 اهداف في الشوط الثاني. حصل بعض الدروبات طبعا في طرد في اخر 3 او 4 دقائق للمنتخب في طردين للاعبين طبعا اثر في النتيجه في اخر دقايق. بس الحمد لله احنا قدرنا نتعادل قدرنا نفوز النهارده على منتخب انجولا. منتخب مصر بيدوم لعيبه كويسه جدا من افضل اللعيبه يعني مش عايز اقول على مستوى افريقيا بس لا على مستوى افريقيا وفي بعض اللعيبه مصنفين على مستوى العالم. امبارح محمد عصام الطيار يعني قدم مستوى رائع جدا. كسبنا جون امبارح ان شاء الله اتمنى ان هم الفتره الجايه يستمروا ان شاء الله على هذا المستوى. طيب خلينا نروح سريعا للمداخله الهامه جدا مع استاذ حسام زايد رئيس اللجنه الاعلاميه لاتحاد كره اليد. يا حس مساء الفل عليك. طمنا على البعثه والف مبروك الاول طبعا على التاهل. حسام الو. امير انا سامعك بس الصوت بعيد شويه يعني. مبروك طبعا لينا كلنا ومبروك لمصر ومبروك لمنتخب مصر طبعا. الحمد لله انجاز يمكن خلينا نقول انه يعني اول مره من 2001 لما خدنا رابع العالم اول مره من بعدها ان احنا نعدي المركز ال 13. مصر كده دخلت ما بين ال 12 منتخب الاوائل على مستوى العالم ولسه ان شاء الله في دور الدور الرئيسي لبطوله العالم لكره اليد.
ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا في الثلاث ماتشات اللي هيلعبهم في الدور الرئيسي، وممكن نتقدم اكثر باذن الله، وتبقى حاجه يعني خطوه مهمه قبل استضافه مصر لبطوله العالم 2021 باذن الله يا امير. وطبعا يعني مبروك ليك ومبروك لصديقي العزيز محمد مراد، ومبروك لكل جماهير مصر وكل الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي. تمام، اكيد يعني مبروك لكل الجماهير المصريه هذا التاهل الهام جدا. لكن عايز في البدايه اتكلم معاك عن كواليس المباراه النهارده امام انجولا، وخصوصا ان انجولا كمان كان عندهم فرص للتاهل. المباراه كانت ماشيه ازاي، وهل التفوق بالنسبه للمنتخب المصري كان من اول مباراه حتى اخرها؟ امير انا بس الصوت بيقطع من يعني مش طيب. سامعني كده كويس؟ سامعني كده يا حسام؟ تمام. انا بتكلم معاك عايز اعرف كواليس المباراه النهارده كانت ماشيه ازاي، وهل التفوق المصري خلال المباراه كان منذ البدايه بتاعت هذه المباراه، وخصوصا في ظل كمان ان كان في فرص كبيره لانجولا للتاهل في حاله الفوز؟ الحمد لله طبعا، يعني كانت يعني كل يعني قبل المباراه الناس كلها كانت متوقعه النتيجه انه مصر هتكسب، لكن في النهايه يعني دي رياضه ومش مضمون فيها النتيجه. الحمد لله منتخب مصر كسب انجولا 33-28، وكانت النهارده الجوله الختاميه في الدور الاول، وكان لازم نكسب علشان نصعد مباشره، ونتجنب ان احنا لسه ننتظر مباراه قطر والارجنتين اللي هتتلعب بعد شويه. كانت يعني كان المنافس فينا هو منتخب الارجنتين، لانه هو متساوي كان معانا قبل مباراه النهارده في النقاط، كان عنده 3 نقاط واحنا كان عندنا نفس الرصيد. فكانت القصه انه لازم نكسب علشان احنا كده حسمنا، لان متفوقين عليه في المواجهات المباشره. احنا كنا كسبنا الارجنتين 22-20، فبالتالي منتخب مصر الحمد لله حسم الصعود للدور الرئيسي. طبعا النظام مختلف السنه دي غير كل بطوله، السنه دي بيصعد 3 بس من كل مجموعه، كل مجموعه فيها 6 منتخبات. احنا قدرنا ان احنا يعني ناخد المركز الثالث في المجموعه الرابعه، وهيكون ان شاء الله الدور الرئيسي مع الثلاث فرق اقوياء ايضا من المجموعه الثالثه اللي هي الدنمارك والنرويج، وغالبا هيكون منتخب تونس لسه هيلعب مع النمسا اللي هيترتيب هو اللي هيصعد في المجموعه، لكن احتمال كبير يكون المنتخب التونسي، وهتكون مواجهه طبعا شرسه يعني زي مصر وتونس في كره اليد زيه زي كره القدم. بيكون مختلف وبيكون كل الجمهور منتظره، فيعني الحمد لله مره ثانيه. وكمان يعني زي ما محمد عصام الطيار تالق امبارح بالظبط، النهارده كمان كريم هنداوي كان موجود في المباراه وفي اكثر من كره، يعني ظهر انه حارس مرمى كبير. وطبعا كل نجوم منتخبنا طبعا، يعني علي زين، احمد الاحمر، محمد ممدوح، هاشم، اسلام حسن، يعني كلهم، ابراهيم المصري، كل مجموعه مش عايز انسى حد. فالحمد لله يعني مبروك مره ثانيه، مبروك لينا كلنا، وان شاء الله منتخبنا يقدم مستوى افضل واقوى ان شاء الله في الدور الرئيسي. طيب اخيرا ازاي تم تدارك البدايه الصعبه في البطوله من خلال الهزيمه من السويد وقطر، ومن ثم قدرت ان انت تتاهل للادوار التاليه؟ صحيح، يمكن يعني الكل اتكلم على انه البدايه كانت لحد ما غير موفقه. يعني مباراه قطر هي تحديدا اللي خلت الناس اتكلمت على مستوى منتخبنا، لانه يعني انت بتتكلم على السويد، هو بطل العالم 4 مرات، فانك تتغلب بفرق 3 بعد ما قدمنا مستوى الى حد ما كان جيد في فترات كتير من المباراه، ده كان الى حد ما مقبول. لكن اللي كان غير مقبول انك تتغلب من منتخب قطر، رغم انه يعني انت واجهتهم قبل كده في بطولات العالم 3 مرات، كسبت في 3 مواجهات، فكان مستوى يعني مهزوز شويه. لكن يعني الاكيد انه ديفيز المدير الفني الاسباني، يعني مدير فني جديد مع منتخبنا، ما كملش سنه مع منتخب مصر، فالى حد ما الطريقه اللي هو بيلعب بيها اللعيبه نفسهم ان هي تنفذ طريقه المدير الفني الجديد، كل ده ظهر فعلا في مباراه المجر امبارح تحديدا بعد ما كسبنا الارجنتين كمان، لكن امبارح تحديدا فعلا ظهر منتخب مصر بشكل مختلف وبطريقه لعب مختلفه، سواء على المستوى طرق الدفاع او حتى في الهجوم الخاطف او الارتداد السريع، فكل ده الحمد لله ظهر امبارح ومن مباراه الارجنتين. وكمان النهارده مع انجولا ان احنا ما سبناش المباراه تقرب من انجولا، لا كنا دايما بنفرق، وصل الفرق ل8 اهداف و9 اهداف، فبالتالي الامور بدات تظهر، والبصمه بتاعت ديفيز
بدات تظهر على منتخبنا في المباريات الاخيره. نتمنى انه ده يكمل ان شاء الله في الدور الرئيسي للبطوله ان شاء الله. حسام زايد رئيس اللجنه الاعلاميه لاتحاد كره اليد، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واكيد بنبارك لكل الشعب المصري على هذا التاهل، وتحياتنا بكل تاكيد لكل اللاعبين والجهاز الفني والبعثه بشكل كامل. ارجع طبعا لضيفي العزيز استاذ محمد مراد، وعندنا ملفات بقى كتير عايزين نتكلم فيها. وفي تعليق بس على موضوع منتخب اليد، يعني طبعا بنبارك لهم. عايز لما نيجي نتكلم على قطر نقول منتخب مجنسي قطر، مش عايز اقول قطر يعني فعلا. طبعا هو عندهم لعيب قطري واحد وما بيلعبش اساسا، يعني هو يعني ده حاجه مش شايف انها كويسه. لكن هو يعني المنتخب بيعتمد على مجنسين، احنا خسرنا الماتش يعني بعامل نفسي بسبب الضغط بسبب المجهود اللي احنا بذلناه في ماتش السويد، فاتمنى ان ما حد يجي يتكلم منتخب مجنسين، منتخب مش منتخب قطر. دي حقيقه. طيب نبتدي بقى كلامنا او نستكمل كلامنا ونتكلم عن النادي الاهلي ومباراه الغد ان شاء الله امام فريق شبيبه الثوره في تاني جولات الفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا ودور المجموعات. شايف المباراه دي ازاي ومدى اهميتها بالنسبه يعني طبعا ما فيش مباراه في دوري يعني دوري الابطال او دور المجموعات طبعا اللي بيوصل له بيبقى يعتبر اقوى الفرق اللي في افريقيا حاليا. فريق الثوره او الكره الجزائريه عموما بتبقى في ماتشاتها مع مصر اهلي زمالك اسماعيلي بتبقى ماتشات رخمه، ماتشات مش سهله زي افريقيا. الاهلي طبعا كسب اول ماتش في فيتا كلوب 2-0 هدفين، شايف انه فوز مهم جدا في الفتره دي. الاهلي بيحاول يلملم اوراقه وبيعيد نفسه من اول وجديد. الماتش بكره يعني وانا بقرا القايمه في 19 لعيب غايب، يعني منتخبين يعني مروان محسن وازارو وصلاح محسن واحمد فتحي ومحمد نجيب وسعد زمير ورام ربيعه يعني منتخب احترامي منتخب مصر الله يكون في عون الاهلي طبعا، يعني خمس او ست لعيبه من دول بيشكلوا منتخب مصر. بكره الماتش طبعا صعب جدا، موضوع النجيله الصناعي دي اعتقد انها تاثر على بعض اللعيبه، لكن الاهلي يعني زي ما عودنا طبعا بيتخطى الصعوبات طبعا بيجهز في اي موقف. في اكتر من لعيب جاهز، رمضان صبحي مستواه بيرتفع من ماتش لماتش، حسين الشحات يعني اتمنى ان هو يلحق يدخل في الفورمه بتاعته والناس مستنيه منه كتير. هو الراجل اللي عايز يقدم كل حاجه في اقل وقت، فاعتقد ان ده هيبقى صعب، لكن عليه ان هو يثبت نفسه للجماهير بكره في ماتش الثوره. طبعا لعيب اكتسب خبره من وجوده في المنتخب ومن وجوده في نادي العين الاماراتي ولعب كاس عالم الانديه. طبعا في اكتر من لعيب، ناصر ماهر طبعا لعيب مميز جدا طبعا، يعني بكره في ازمه في خط الهجوم ما فيش مهاجم صريح، دي اعتقد ان الاهلي هيتغلب عليها طبعا ان هو بيلعب باكتر من لعيب صانع لعب عنده الناحيه الهجوميه عاليه زي رمضان صبحي حسين الشحات وليد سليمان لغايه دلوقتي موقفه الطبي مش هيتحدد بالليل ان شاء الله، بس ان شاء الله يتمنى ان هو يكون جاهز وهيبقى جاهز باذن الله ويشارك بكره في الماتش. طبعا ثلاث نقاط مهمين طبعا لو خدناهم اعتقد بنسبه 70% هنبقى تاهلنا للدور التالي. لو التعادل طبعا مش وحش للنادي الاهلي في الوقت الحالي وقصاد فريق طبعا مش سهل، يعني طبعا الكره الجزائريه زي ما قلت حضرتك يا امير ان الكره الجزائريه كره رخمه زي يعني على طريقه الكره المغربيه وكره تونس شمال افريقيا عموما بيبقى مواجهته صعبه. ان شاء الله بكره يعني على الاقل التعادل، بس ان شاء الله نظهر بمستوى كويس والاهلي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه ويقدر متصدر للمجموعه مع منافس قوي سيمبا التنزاني طبعا منافس قوي طبعًا. يعني فيتا كلوب كمان فيتا كلوب طبعا يعني باستثناء الخساره اللي تعرض لها امام الاهلي فيتا كلوب فريق كويس، بس ان شاء الله الاهلي يرجع والاهلي زي ما تعودنا طبعا بيظهر في المواقف الصعبه عنده حاجه مميزه مش موجوده في الدوري المصري او في اي فرق في الدوري المصري ان هو بيقدر يرجع بسرعه يعني عكس اي فريق تاني لو تعرض لمشكله المشكله دي بتاخد معاه وقت او عنده سلسله الاصابات اللي موجوده دي والغيابات دي بالظبط بتاثر على اي فرقه. ان شاء الله الاهلي بكره يقدم نتيجه كويسه ويقدم اداء كويس وان شاء الله يعني اي نتيجه بقى الفوز او التعادل باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب بما اننا كنا بنتكلم عن بعض العناصر الخاصه بفريق النادي الاهلي، هل انت مع الدفع بجونيور اجاي كمهاجم خصوصا ان هو لسه راجع من اصابه خصوصا كمان الفريق هيلعب على ملعب نجيل صناعي، ولا الافضل ان النادي الاهلي يبتدي بمهاجم وهمي زي ما شفنا باخر مباراتين؟ تمام طبعا يعني جونيور اجاي طبعا لعيب كان في فتره من الاوقات كان هو نجم النادي الاهلي طبعًا. لعيب طبعا امكانيات رائعه طبعا بيحقق مستويات كويسه وانضم لمنتخب نيجيريا طبعا الفتره قبل الاصابه.
وجود جونيور اجاريه مهاجم صريح كان بيلعب بعض الماتشات لعب في المكان ده كتير قبل كده وكان بينزل من الوسط للهجوم. اعتقد ان يعني لو اللاعب جاهز يعني طبعا ده رؤيه اللاسارتي. لا هو جاهز هو من ناحيه الفنيه والبدنيه جاهز طبعا متوقفه على رؤيه اللاسارتي بكره مستوى اللاعب ايه يبتدي بيه الماتش ولا يبتدي ينزل بيه في الشوط الثاني ان هو يجهزه واحده واحده. طبعا ده اللي هيتحسم اللي هيحسمه لاسارتي ويحسمه النهارده في التدريب. لكن اعتقد بنسبه كبيره ان هو ممكن يبتدي بجونيور اجاي لاعب عنده امكانيات يبتدي بيه عنده امكانيات ما فيش يعني مع احترامي ما فيش غيره. انا عندك اوراق يبقى في اوراق رابحه بره يعني مثلا ناصر ماهر او وليد سليمان ايام في يوم اللي يبتدي في اكتر من ورقه رابحه بره في على الدكه عكس زمان يعني محمد شريف برده موجود في اكتر من لاعب مميز ان شاء الله يقدر بكره يعني يبقى يحل ازمه الهجوم دي. يعني رمضان صبحي طبعا مستوى من ماتش لماتش بيرتفع وبيكتسب ثقه الجماهير تاني. زي ما قلت لك حسين الشحات برده عنده النزعه الهجوميه دي بيقدر يجيب اهداف. عندك برده تسديدات عمرو سوريه لو موجود وجاهز. طبعا يعني في اكثر من لاعب يقدر يحل لك ازمه الهجوم. الاهلي ما عادش فيه في الكره اللي احنا عارفينها الاوروبيه والعالميه ما عادش فيه حاجه اسمها مهاجم صريح. صح. كله دلوقتي بيجيب يعني مثلا رونالدو هداف كان هداف ريال مدريد ودلوقتي هداف يوفنتوس. ميسي مش مهاجم صريح يعني خلاص ما عادش في حاجه اسمها المهاجم الصريح. الكره خلاص اتغيرت اي حد يقدر يجيب اجوان وتحديدا الفرصه بتبقى متاحه للي جاي القادمين من الخلف ودي متميزه جدا في يعني في اكثر من لاعب في النادي الاهلي. ان شاء الله بكره يقدروا يحققوا المطلوب وان شاء الله يعني اي حد فيهم يجيبوا المهم يكسبوا خلاص اي حد يجيب جوان ان شاء الله الشريف اكرامي حتى محمد شناوي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق من خلال مباراه الغد. طب خلينا نتوقع التشكيل مع بعض. تمام. توقعاتك التشكيل ايه ممكن يبتدي بيه؟ محمد شناوي في حراسه المرمى. ياسر ابراهيم اعتقد انه يبقى موجود بكره بنسبه كبيره خلاص. ايمن اشرف وعلي معلول. لا ايمن اشرف وعلي معلول. معلول ومحمد هاني خلاص يمين. احمد فتحي طبعا غايب وباسم عادل غايب وفي في الوسط طبعا هشام عمرو سوريه واعتقد ان كريم نتفيد يعني هو الاكثر. حمدي فتحي اعتقد انه صعب ان انت تدي له فرصه في ماتش زي ده يعني وبره مصر لو جوه مصر اقول لك طبعا بسبب غياب هشام محمد على هذه المباراه. هشام محمد طبعا غايب طبعا فاعتقد ان الاقرب كريم نتفيد هو اكثر خبره في هذا المكان اكثر يعني مستوى برده يعني كريم نتفيد تعرض لمشارك في المركز ده تالق بشكل كبير جدا وبرده في المركز الظهير الايمن برده تالق. هو جوكر بصراحه هو لعيب كويس جدا لكن هو الناس زي ما قلت لك امير ان هو طالع في لعيب اسمه كريم نتفت هيكسر الدنيا في لعيب اسمه كريم نتفت فهو اللاعب حتى في المنتخبات يعني عندنا في المنتخبات برضو يعني كان كله وهو مع منتخب معتمد جمال ودلوقتي مع كابتن شوقي غريب وقبل كده كان مع حسام البدري في المنتخب الاولمبي كان يعني كله بيحكي عنه يقول لك لعيب كويس وعنده امكانيات. اللعيب من كتر الضغط دي والامال اللي محطوط عليه هو اللعيب ما استحملش الضغط لكن بدا يخرج من الضغوط دي شويه وبدا يتالق ويرجع تاني لمستواه وحتى اللعيب باين في جسمه البدني يعني جسمه دلوقتي يعني اللعيب مهتم بنفسه وشايف ان هو هيبقى اضافه لو ركز اكتر الفتره الجايه ولو خد فرصته والجماهير ساعدته ان هو يتالق هيبقى مكسب للنادي الاهلي ومكسب للمنتخبات الفتره الجايه. هو لعيب من الاساسيين في المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب وعندهم طبعا بطوله صعبه في التصفيات الافريقيه في شهر 11 هنا في مصر المؤهله للاولمبياد فان شاء الله يقدر يحقق المطلوب. طبعا رمضان صبحي لعيب لا غنى عنه. حسين الشحات جونيور اجاي بقى دلوقتي او وليد سليمان او ناصر ماهر يعني المهاجم اعتقد يعني اثنين من الثلاثه هيبقى موجودين بس اعتقد ان الاقرب يعني وليد سليمان وجونيور اجاي قدامه ويبقى ناصر ماهر ورقه رابحه ينزل في الشوط الثاني يقدر هو لعيب رائع جدا ناصر ماهر بس عنده الحته ان هو بيتعب بسرعه ومجهوده بيخلط بسرعه فشايف بس اعتقد الفتره الاخيره ابتدى يتدارك السلبيه اللي عنده دي يعني تمام شفناه بيلعب 90 دقيقه اخر كام مباراه لعب 90 دقيقه يعني. هو بيبقى طبعا هو لعيب كويس وجاهز بس عنده الحته دي مش يعني لغايه دلوقتي ما وصلش للدرجه اللي هي اللي هو المدير الفني يقدر يعتمد عليه يسيبه لمده 90 دقيقه لكن بيبقى من التغييرات المطلوبه في المباراه يعني بعد 70 او 80 دقيقه بنلاقي مثلا معظم المباريات ناصر ماهر بيتم تغييره لكن هو لعيب طبعا اضافه كبيره الجزئيه دي اعتقد مع التدريب ممكن تتطور طبعا مع التدريب والتطوير والحاجات دي كلها بتتطور في لعيبه يعني بنشوف بره امير يعني واحد زي ميسي ده يعني بنقعد نسمع قصه حياته وجسمه وجسمانه البدني كان عامل ازاي وكان بيلعب قد ايه ولازم يلعب وقت قليل دلوقتي بيلعب 90 دقيقه وبيلعب كل يومين ثلاثه ماتش وبيلعب وبيحقق نتائج وارقام قياسيه
ده اللي احنا بنفتقده هنا في مصر. كان عندنا اكثر من موهبه واكثر من لعيب يعني مهاريين ما باخدوش حظهم وما باخدوش حقهم بسبب الاصابات. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في اهتمام بالملاعب اولا، لان معظم الاصابات بتيجي من الملاعب وارضيه الملاعب. بعد كده للتدريبات، التطور التدريبي طبعا بنشوف بره. محمد صلاح حتى ما يعني مشكلته مع المنتخب ان هو كان بيطلب طلبات، شايف انها طلبات صحيه. كان يعني بيجي الناس حتى بيسالوه في ايه اللي بره، كان هو بيجيب لهم اسماء اجهزه والاتحاد الكره بيتعاقد مع الاجهزه دي بناء على طلب محمد صلاح. فاعتقد ان موضوع التطور اصابات الملاعب والحاجات دي لازم نهتم بيها الفتره الجايه في مصر باذن الله. اكيد ان شاء الله. طيب عايز اتكلم برضو عن مستر لاسارتي، وهل بصماته الفنيه وضحت على الفريق خلال 3 مباريات بس ولا لسه محتاج وقت اكتر؟ لا طبعا، هو المدير الفني او مدرب، اي مدرب لازم بياخد، مدرب اجنبي عموما بيبقى محتاج فتره عما بيشوف ايه المميزات وايه الايجابيات والسلبيات بتاع اللعيب. بنشوف لعيبه مع احترامي يعني ما كانش لها مثلا بقاش لها وجود، لا بتحظى باقتناع مدرب اجنبي، المدرب ده بيقدر يطور اللاعب ده يبقى نجوم، احد نجوم الفريق. واعتقد لغايه دلوقتي يعني لسه لاسارتي ما حطش ايده بنسبه 99% على التشكيل الاساسي المنتخب او اجابات الاهلي كعموما. في طبعا غيابات طبعا، فدي لما ترجع هتغير طبعا شكل الاهلي. احمد فتحي طبعا موجود، لعيب لا غنى عنه طبعا. رامي ربيعه طبعا لما يرجع، كل دي هتساعد. سمير برده لما يرجع، كل دي طبعا اسامي لما ترجع هتغير فكر مستر لاسارتي. الاسامي اللي موجوده طبعا يعني ما فيش خلاف عليها وبتتطور من فتره لاخرى، لكن لما بيبقى عندك اكثر من بديل جاهز واكثر من لاعب جاهز واكثر من نجم، فدي بتاثر بتغير فكر المدرب. لكن يعني المدرب يعني بدا خلاص، يعني التشكيل معظم المباريات بيبقى تشكيل ثابت واللعيبه معروفه، التغييرات بتبقى في حدود معينه. يعني زي ما قلت لك يا امير، يعني بنسبه 70% و80% لاسارتي يعني حط ايده على مفاتيح اللعب الاساسيه. اعتقد ان هو مبشر بشكل كبير من خلال الاداء اللي شفناه، يعني حتى اول مباراتين سواء امام بيراميدز او سموحه الاهلي كان الشوط الاول بس كان متفوق، الشوط الثاني كان في تراجع شويه في المستوى. مباراه فيتا كلوب الاهلي اعتقد على مدار ال 90 دقيقه الاداء مقبول، يعني ده هو افضل اداء ونتيجه طبعا. ماتش فيتا كلوب والاهلي طبعا يعني الشوط الاول كان الاهلي كان مستحوذ على الماتش تماما وضيع اكتر من 4 أو 5 أهداف وكان اكثر تاثير على المرمى. الشوط الثاني برده كان كله زي ما انت قلت يا امير، طبعا الشوط الثاني الاداء بيقل، اللعيبه تحس انها نايمه شويه ما عندهمش التركيز او الحماس بتاع لعيبه النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. لكن ده ظهر في لقاء فيتا كلوب وجبنا جولين في الشوط الثاني وضيعنا برضك اكثر من 4 أو 5 أهداف. لكن انا مع مقوله ان الاهلي بيصنع مدرب او لعيبه الاهلي وجماهير الاهلي تحديدا بتصنع او بتساعد المدرب بنسبه 60%، يعني 40% بقى مدرب و60% اهلي ولاعيبه وجماهير. شايف ان الاهلي صنع اكثر من مدرب قبل كده مع احترام للاسماء طبعا. راحوا كذا مكان بره ما حققوش النتائج اللي احنا كنا منتظرينها او ما حققوش النتائج اللي كانت مطلوبه منهم. شايف ان سر نجاح المدربين في جماهير الاهلي ولاعيبته والكوكبه اللي موجوده من النجوم دلوقتي. يعني طبعا اسامي هتفرق جدا في ترتيب النادي الاهلي الفتره الجايه في الدوري المصري. زي ما قلت لحضرتك ان الاهلي جماهير الاهلي عندها حاجه يعني شايف انها ايجابيه وسلبيه، انها ما بتحبش فريقها يخسر. يعني في بالزبط. يعني في في كره القدم تعالى نشوف ريال مدريد احسن نادي او نادي القرن في العالم بيتعرض لكوبا السنه دي، ويعني لازم تمر يعني بعد 10 سنين او 20 سنه تالق لازم تيجي سنه بيبقى فيها احلال وتجديد بتحاول تعدل فيها وبتحاول تصحح فيها الاخطاء اللي انت الاخطاء المتراكمه من كذا سنه. الاهلي جماهير الاهلي ما عندهاش صبر في الحته دي، فعشان زي ما قلت لك انها ايجابيه وسلبيه. لكن الاهلي شايف ان هو الفتره دي تعاقد مع صفقات مميزه جدا، هيقدر او خلاص يعني نرجع لمستوانا في افريقيا خلاص. ده هو اول مجموعه او ثاني مجموعه فرق الاهداف في الدوري المصري بدا يرجع تاني. طب خلينا نتكلم على الصفقات، بما انك جبت سيره الصفقات، تقييمك ايه للعدد اللي جابه النادي الاهلي؟ اعتقد 7 لاعبين، تقييمك ايه للصفقات دي؟ ويمكن البعض بيتكلم على ان النادي الاهلي انفق مبالغ باهظه من خلال يعني تعاقدات خلال شهر يناير. طيب يعني نبتدي بالمبالغ الاول. تمام. كالمبالغ المعروضه في اي لعيب مصري مع احترامي ما مبالغ فيها. بس انت دلوقتي طبعا ده السوق، دلوقتي ده سوق الانتقالات. انت مضطر، وغير كده انت سوق الانتقالات دلوقتي كله بيتعامل بالدولار، ما عادش حد بيتعامل بالجنيه المصري. يعني اللعيب ده بيساوي كام دلوقتي؟ 1.5 مليون دولار او 2 مليون دولار؟ 2 مليون دولار في مع فرق العمله
طبعا يعني 40 مليون و50 مليون، فاعتقد ان المبالغ مقارنه كله دلوقتي بيتعامل بالدولار، ما عادش بيتعامل بالجنيه. فدلوقتي هتحسبها من كذا ناحيه، يعني برضو ايجابيات وسلبيات. انت دلوقتي وراك 60 مليون مشجع، فلازم تحقق لهم املهم، لازم ترجع تضم اكثر من صفقه مميزه تقدر تحقق للنادي الاهلي. ما اعتقد لما مش موجود رمضان صبحي وحسين الشحات دلوقتي وياسر ابراهيم، كان الاهلي هيبقى شكله مش يعني كان شكله مش هيبقى كويس يعني. ماتش زي فيتا كلوب رمضان صبحي كان احد نجوم الفريق، حسين الشحات يعني ما وصلش الاداء اللي احنا مستنيينه منه، لكن اثر وفيه وبيبقى مدي ثقه للجهاز ومدي ثقه للعيبه ان انت عندك لعيب مميز جاهز، عندك لعيب بره على الدكه برده جاهز، ناصر ماهر او وليد سيمان كان بيلعب في قلب الملعب، عندك اكثر من بديل. لو دول مش موجودين كان اعتقد ان الاهلي كان اتعرض لازمات كبيره جدا في ظل الاصابات المتواجده حاليا. طبعا انت بتحاول ترضي جمهورك ان في ظل ان الانديه الثانيه بتعمل صفقات برضك وصفقات اسامي كبيره، يعني الزمالك تحديدا عنده فرقتين، بيراميدز عنده اكثر من فرقه بره وفرقه جوه، فانت الاهلي طبعا طبيعي ان انت يبقى عندك فرقتين طبعا منهم. وعندك نجوم، مش عندك فرقتين بس، عندك فرقتين ولاعيبه نجوم. اللي هتتكلم عن الاسعار، انا شايف ان الاسعار مقارنه بالدولار خلاص، يعني خلاص انت دلوقتي مضطر، جبت لعيبه اللي بتحقق اغراضك او اهدافك. مع احترامي رمضان صبحي، سعر رمضان صبحي لما تيجي تقارنه بلعيب تاني لا يستحق المبلغ طبعًا. يعني في ظل الفلوس اللي بتدفع، لكن اسماء مهمه للانديه طبعًا, طبعا يعني رمضان صبحي شايف ان رمضان صبحي خطوه مميزه ليه، مع يعني الناس اللي بتقول ان هو رجع الاهلي، لا شايف ان رجوع رمضان صبحي للاهلي الفتره دي خطوه مميزه جدا. كان هيضيع يعني اللي احنا كنا مستنيين منه اكتر من كده في الاحتراف طبعًا. لكن هو ما حققش اللي احنا مستنيين منه، لكن ان شاء الله اتوقع ان هو يعني او خلاص هو بقى نجم النادي الاهلي دلوقتي، هيرجع منتخب مصر وهيبقى احد العناصر المؤثره جدا في المنتخب، وهيبقى احد نجوم المنتخب بالفتره الجايه زي ما كان زمان. حسين الشحات برضك ان انا كنت شايف ان يعني او في انا في المنتخب كان ما كانش فيه اقتناع بحسين الشحات، ما كان في العين قوي من قبل اجيري تحديدا، ان هو في اجيري ولا كوبر؟ قبل الاجيري دلوقتي دلوقتي اصل هو لما كان مع كوبر كان في اكثر بس ما خدوش، كان في اكثر من لاعب يعني، محمد صلاح كان مكانه، وكان في معاه شيكابالا وشيكابالا انضم لاسباب مش قاعدين نتكلم فيها دلوقتي. ف لا ايه هي الاسباب؟ لا يعني كان بعض الناس قالوا وصلوا لكوبر ان ده هيحل لك ازمات، عنده خبره وعنده وعنده خبره ويقدر يحل لك اكثر من مشكله، يلعب يمين يلعب شمال يلعب خط وسط. يعني مش عايز افتح الموضوع خلاص، الموضوع عدى وشيكابالا انضم وما اداش اللي احنا كنا مستنيين منه في سواء مع الماتشات الوديه او في كاس العالم. ده اللي كان احد الاسباب الرئيسيه في استبعاد حسين الشحات او تفضيل لعيبه معينه لاسباب معينه على حسين الشحات. اجيري برضو ما كانش مش مقتنع يعني، كان رقم ثلاثه في حسابات اجيري. يعني كان في محمد صلاح وفي اكثر من لاعب مكان حسين الشحات. اعتقد ان حسين الشحات لما ينضم للاهلي الفتره دي هيديله طبعا ثقه الجماهير طبعا، اكيد ان هو بتفرق بقى امير طبعا، انت لعيب في الاهلي او في لعيب في الزمالك في المنتخب بتشاف اكتر بيبقى عارف ان وراك قاعده جماهيريه هتقدر تساندك وهتقدر تساعدك وهيبقى معاك اعلام هيقدر يساندك ويساعدك. هو يستحق اللعيب يعني، هو يستحق، لكن هو اللاعب لغايه دلوقتي ما حققش اللي الجماهير مستنياه، ده ضغط كبير عليه، واتمنى ان شاء الله يقدر يحقق في ماتش الثوره او الماتشات اللي جايه في الدوري المصري. طيب توقعاتك للاعبين اللي هيتم انقاذهم في القائمه الافريقيه في النادي، احنا عارفين ان هي ناقص مكانين بس في القائمه الافريقيه، وعندنا عدد من اللاعبين المرشحين للقيد سواء صالح جمعه، رامي ربيعه، مين تاني يعني، في عمرو جمال، في ناس كتير يعني. هو عمرو جمال عمرو جمال اعتقد ان هو الاقرب يعني. عمرو جمال طبعا تم قيده في القائمه المحليه في اتحاد الكوره، اعتقد ان هو بيمر تم قيده ورد ورقه من اربع او خمس يعني من خمس ايام كان في اتحاد الكوره. تمام. طبعا هو الظروف ساعدته، اصابه ازار واصابه صلاح محسن واصابه مروان محسن طبعا حظ سيء جدا للنادي الاهلي، ومش عارف بقى كل دوت يربطها ان هو في عمل معمول النادي الاهلي، لكن اعتقد ان الاهلي ما بيفكرش بالحاجات دي، في الكلام ده خالص ما بيفكرش بالحاجات دي خالص. طبعا حظ، ده حظ في الكوره وحظ سيء، بس اعتقد ان في عوامل داخله في الموضوع ده يا امير. يعني طبعا الملاعب، ارضيه الملعب هنا في مصر سيئه جدا، بتلعب في كل ملعب مخالف عن الثاني، مختلف عن الثاني الارضيه، فاعتقد ان الاهلي بيمر بظروف صعبه. اعتقد ان يعني خلاص عمرو جمال اعتقد ان هو الاقرب، واتمنى ان صالح جمعه يتأيد، يعني ده تمني مش هو الاقرب. الاقرب من خلال معلوماتي هو صالح جمعه، عمرو جمال اكيد مرشح بقوه في ظل الاصابات اللي انت قلتها، لكن الاقرب حتى الان في الاسمين هو صالح جمعه. يعني اتمنى ان صالح جمعه، اتمنى
لكن معلومه مؤكده يعني هو كامكانيات وكلاعب صالح جمعه طبعا لاعب كبير طبعا. اه يعني صالح جمعه فاكر موقف في ايام برادلي، ايام بوب برادلي كان ضياء السيد، كنت واقف مع صالح ساعتها مش عارف ايه، فبقول له كلاعب كويس بيهزر معاه، قال له ده، قال لي ده لو ركز هيبقى من احسن لعيبه في تاريخ مصر. برادلي صالح، لا ضياء السيد، كابتن ضياء السيد، كابتن ضياء السيد كان مدرب عام مع برادلي اياميها، وكان ضياء وكان صالح في المنتخب، فبنهزر انا وهو بقول له كابتن لعيب جامد، بهزر مع كابتن ضياء، فراح جاي مش عارف ضربه كده على بهزار، فقال لي ده لو ركز هيبقى من احسن لعيبه في تاريخ مصر. فعلا. مش في نادي، مش في نادي معين. هو ان شاء الله ابتدى يركز صالح. اه نتمنى انه يرجع ويلحق نفسه، ما يضيعش نفسه، ما نقعدش نقول يا خساره كان عندنا لعيب اسمه صالح جمعه ويا خساره. زي امثال كتير كانت قبل، مش عايز اقول الاسامي. كان طبعا ابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد ابرزهم، ابراهيم سعيد ده من افضل اللاعبين اللي كانت ممكن تبقى في تاريخ مصر، عنده امكانيات رهيبه بصراحه. طبعا مش عايز اقول، بس هو ابراهيم سعيد لعب يعني، لعب اهلي ولعب زمالك ولعب، بس كان ممكن يحقق تاريخ اكبر من كده بكتير، بطولات طبعا. هو في حاجه اللعيبه الكبار لما تقعد معاهم وبيشوفوا محمد صلاح دلوقتي بيتحسروا على نفسهم، يعني لعيبه نجوم كتير جدا، مش عايز اذكر اسامي معينه، لا لعيبه نجوم نجوم يقول لك لو الزمن رجع بينا طبعا هنعمل زي صلاح وهنعدي صلاح وبتاع، لكن الكوره طبعا بتدي اللي بيديها طبعا واللي مركز فيها، ومحمد صلاح خير مثال على ده. طيب خلينا بقى نروح لملف تاني مهم جدا، وهو اتحاد الكره المصري وبطوله الامم الافريقيه واستعداد لتنظيم هذه البطوله ان شاء الله في شهر 6، وبطولة أكيد هامة جدا. عايز أتكلم في الأول عن أهمية تواجد البطولة دي على الأراضي المصرية في الفترة الحالية من وجهة نظرك. طبعا هو الرئيس السيسي طبعا رئيس رئيس الجمهورية طبعا، لا رئيس في حاجة اسمها عامل أفريقيا، احنا هو الرئيس السيسي هو رئيس الحاجة دي. أكيد. فتدخل الدولة كان موجود، عشان الناس اللي بتقول ما كانش في تدخل دولة، كان في تدخل دولة وفي اهتمام من الدولة إن هي تاخد أم أفريقيا وتاخد أم أفريقيا، وكان في مساعدة كبيرة جدا من الدولة إن احنا ناخد أم أفريقيا، وتم الاتصال مع بعض السفارات في الدول دي ان احنا يساعدوا في تدعيم الملف ورحله تضيف الملف. في حد اسمه هنا وريده، مع احترام الناس اللي بتنتقده طبعا، شخصيه مهمه وراجل عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي وعضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الافريقي واقدم عضو في الاتحادين هنا وهنا. الناس اللي بتقول انه ما كانش ليه دور، لا انا بغطي الاتحاد الكوره بقى 10 سنين او 11 سنه وعارف الدور اللي كان بيعمله هنا وريده. هنا وريده بيحظى بحب اعضاء الاتحاد الافريقي او اعضاء المكتب التنفيذي، والدليل ان هو 16 واحد، فدي نتيجه ساحقه. الدوله كان لها دور، كان لها دور كبير جدا. وجود هنا بوريده طبعا اثر بنسبه كبيره جدا. كان عندنا حافز ان احنا نستضيف البطوله، ان احنا والملف بتاعنا ساعدنا في كده، ان احنا قدمنا لاستضافه البطوله بدون اي مكتسبات. عكس جنوب افريقيا اللي طلبت بعض المكتسبات، هتدوني كام؟ انتوا بتدونا 10% من نسبه البث والتوزيع والعائد والحاجات دي، لا انا عايز 20%. فدي كل دي اسباب ادت ان انت تديك اضافه ان انت تكسب تستضيف ام افريقيا. طبعا الناس اللي بيتكلموا على الامن والامان، احنا الملف بتاعنا الامني كان اقوى بكتير من جنوب افريقيا. يعني كان في التقييم، في حاجه في التقييم احنا فرق نقطه عن جنوب افريقيا اللي منظمه كاس عالم ومنظمه ام افريقيا 2013. فكل الحاجات دي ساعدت ان احنا نستضيف ام افريقيا، ان شاء الله تبقى بطوله كويسه وواثق انها تبقى بطوله كويسه. طب خلينا نخش بقى في الكواليس. خش في الكواليس. اللجان. كواليس عليها اللجان. انت عندك طبعا محمد فضل خلاص مدير البطوله. مدير البطوله خلاص، بس مبارك له اكيد، عنصر جيد جدا طبعا يعني بتمنى له. لكن اكيد كان في خلافات، كان في اراء في اتحاد الكوره، في بعض الاصوات سمعناها كده قالوا لا ان محمد فضل ما يصلحش ان هو يكون موجود في يعني. قول لي الكواليس، انت اكتر واحد من اكتر الناس المتابعه يعني. بص هو اولا يعني هو مع احترامي لمحمد فضل، هو دوره هيبقى يعني واجهه بس، يعني مش هيدير بنسبه اللي احنا متوقعينه مدير تنفيذي، او مش هيبقى خالد عبد العزيز تاني، او مش هيجي لك حد يبقى خالد عبد العزيز تاني مع احترامي للاسماء. ليه طيب؟ عندك اتنين هم اللي هيديروا البطوله، او من الالف للياء. هو محمد فضل هيبقى واجهه موجوده، راجل معاه لغات فرنساوي وانجليزي، فده هيساعده طبعا. هيبقى هو جايبين واجهه بس محمد فضل. يعني ايه واجهه؟ واجهه وهو مدير البطوله اللي هيدير بطوله كبيره جدا. اللي هيدير ينفع اجيب واحد لمجرد ان هو يكون واجهه، ولا لازم واحد يفيدني في طبعا. واحد ماشي، مش لازم حاجه اسمها يفيد، في حاجه اسمها مين اللي هيديره، اهم حاجه الحاجات تمشي زي ما احنا عايزين. هنا بوريده واحمد مجاهد هم اللي هيديروا البطوله، وهم اللي هينظموا البطوله، وهم عندهم خبره يعني مش 2006 بس، لا 2006 و2009 وغير كده. الراجل احمد مجاهد موجود في عضو في البطولات، عضو في اللجنه المنظمه لبطولات افريقيا كلها. هنا بوريد طبعا اكتر طبعا من 25 او 30 سنه في موجود في بطولات، فهم اللي هيديروا مع احترام محمد فضل طبعا.
هو كادر مهم خلاف عليه طبعا صراحة طبعا يعني. لكن في الاعمال الاداريه والحاجات دي اعتقد ان الموضوع هيبقى جديد عليه. ممكن عشان خبرات لسه طبعا يعني ما عندوش خبره. هو عنده خبره اداريه مثلا في شؤون اللعيبه في 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 المعسكرات في الحاجات دي، لكن تنظيم سفر فرق ووصول فرق اقامات مغادرات حاجات من خليني ملاعب كل ده هيبقى دور هيهان ابو ريده واحمد مجد هم اللي هيحطوا الخطه وهو هينفذ. طيب سريعا عايز اتكلم على اللجان. عندنا اكيد عدد كبير من اللجان، سواء لجنه المعيشه، اللجنه الفنيه، اللجنه الاعلاميه، لجان كتير جدا. هل في انكار للذات من اعضاء اتحاد الكره في اتجاه التعيين بالنسبه للجان دي، ولا الامور ماشيه ازاي من كده؟ هو في انكار ذات من بعض الاعضاء وعدم انكار ذات من بعض الاعضاء. يعني طب الانكار ذات من مدير البطوله، مدير البطوله ده كان في ناس من اعضاء مجلس الاداره عايزه تمسكه، منهم الكابتن مجدي عبد الغني كان عايز يمسك مدير البطوله. في بعض اللجان عليها، في بعض الاعضاء عايزين يمسكوا بعض اللجان، منهم اللجنه الاعلاميه بدون ذكر اسماء. يعني في عضوين مجلس اداره عايزين يمسكوا يبقوا مسؤول اللجنه الاعلاميه او مدير اللجنه الاعلاميه للبطوله. في عضوين تحديدا داخل الاتحاد عايزين يمسكوا اللجنه دي، واللجنه دي عليها مشاكل وعليها خلافات ضرب نار زي ما بيقولوا، كذا كذا اعلام عايز يمسك اللجنه دي. انا من هنا انا شايف ان الاصلح مع احترام يعني زميلنا مصطفى طنطاوي طبعا هو الانسب، هو عنده خبره في التعامل مع الكاف، التعامل مع الاتحاد الدولي جداً. طبعا مع لغات، راجل بيسهل مهمات الناس الصحفيين اللي موجود معاهم في اي سفريه. انا سافرت معاه كسفريه من المنتخب، راجل عنده خبره وعنده معرفه بالافارقه واعضاء المكتب التنفيذي ومنتخب وبعض المنتخبات. في بعض اللجان تانية هتتم تأسيسها الفترة الجاية، في الأعاشة وفي الفنادق وفي المواصلات، في لجنة خاصة للإنترنت، وفي لجنة لاستقبال الضيوف طبعا. في حاجات تانية مهمة طبعا يا أمير، احنا هيبتدوا ينفذوها سرقينها من كأس العالم في روسيا. يعني في مناطق المشجعين، هيعملوا مناطق المشجعين كده في بعض الأماكن. كانت تجربة ناجحة جدا في كأس العالم بروسيا. موضوع التذاكر طبعا اتفقوا على موضوع التذاكر، ان هو يبقى بيفكرني يبقى في موقع الكتروني لبيع التذاكر دي. يعني ان شاء الله في كذا حاجة من كأس العالم روسيا الوزير واتحاد الكرة بيدرسوها ان شاء الله يتم تنفيذها، ونتمنى البطولة تخرج بصورة مميزة باذن الله يا رب. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمصر في تنظيم هذا الحدث الهام جدا، وكل التوفيق كمان للمنتخب نفسه ان هو يقدر يفوز ببطولة الأمم الأفريقية في ظل فرصة كبيرة جدا البطولة على أرضك وسط جمهورك. فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني سواء من الناحيه التنظيميه او من فوز كمان في هذه البطوله. استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع، عضو المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين، نورتني وشرفتني حبيبي امير كده، ودايما متالق، وبتمنى لك التوفيق الفتره الجايه، وبشكر قناه الاهلي وبتمنى لك التوفيق. ربنا يخليك. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، اتكلمنا في العديد من الامور والعديد من الاخبار، وكمان الفقره الثانيه كان حوار شيق وممتع جدا، اتكلمنا فيه في ملفات كتير قوي سواء بتخص النادي الاهلي او بتخص الكره المصريه بشكل عام. استنونا وحلقه جديده من كلام في الميديا يوم السبت القادم. الى اللقاء.